يا الأول يا فل يا كادياكم مال يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت ومجمد يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المتبتبة الدقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقة أهل الأول وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى سميكم يا ريت ترجع لنا الأيام وسلم على يديكم والشمرحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كده ترد الروح صعب أوصف معانيها صعب أوصف معانيها أهل الأول يا فل يا كدياكم مال يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت ومجمد يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المتبتبة الدقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقة أهل الأول وحشني حتى فرقنا بهند استوب وقش قماش فارس بدكانه بالفوطة وقميص الشاش وحشتني حلاوة اللد والبركة اللي في يده وحشتني الكحلة في عيونه وحواء والصبي عبده وحواء والصبي عبده أهل الأول يا فل يا كادي يا كمل يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت ومجمل يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المتبتبة الدقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقة أهل الأول الله الصوت الصوت باقي ما فك الله يسلم الصوت ويسعدك يا شيخ وانت كمان بعد مجمل حبيبي من القرار انت تراك تهمني ليكون يوم تبيعني ترى نقول عشان تقولها افا غافل غافل انت تراك شباب البلديه الان إعلان البلدية يا رجال الإعلان البلدية الآن يا شباب يا شباب الآن الآن يلا بس دقايق يا معاذ هم جو شايف ايش رايك معاذ ترى انا قاعد الحين ابغى اجريك مرجان مرجان المزاد ايش صار فيه انت والله تطنخ اسمع يا ابو لا لا شباب يا اهدى شباب اهدى مره اهدى مره السلام ورحمة الله هلا 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 مليون وين باقي الشباب انت تراك تهمني يلا يلا بسرعه يا عيال يلا بسرعه بالله هلا والله شوف كل ابشر اشوف كل بسرعه يا عيال ها اسرع كاميرا يا عيال دفوا دفوا يا عيال شباب ترى تعب ناس يا شباب هذا والله والله ترى في ناس شدت حيلها كلها حبه والله حق الزرق دفوا يا عيال دفوا روح فاصل سعود فهد ما حد يفزع لك سعود فهد فيه خذيل واحد اخويا يا خذيل واحد يفزع وين العيال حتى اقوى واحد فينا بالدروع لا بلدية يا شيخ ابو حامد جو جو مرجان في اعلان بلديه ولا لا؟ ايه بنمشي يلا ايه انت عيد انضم؟ إيه والله طفشان إيه منك بتمشي قول لنا يا اخي الشباب كلهم لازم الشباب كلهم يعني اقول نشيد ولا اسكت؟ ما ادري يا شباب 2 4 6 8 10 11 2 4 6 8 9 ولا نفسي كنت افضل رئيس من بلديه يا بعد راس الشرف لي والله شرف لي شهاده كفي الديتون يا بعد قلب باقي عندي انا لا تدري الشاب امس بعد لا تدري الشاب امس قائد الرابع القرية هذه صفحة وانطوت الله يجعلها خير برد يلا يلا سريع سريع يلا جميري يلا جميري خلاص يطلب لي يا ابو كم عندنا واحد تسعة تسعة خلاص اعلن اعلن من باقي تبي تعلن جميري راح يغير بطارياته ومن باقي حامد الظاهر انه يتسبح ثمانية عشرة اعلن اعلن انت اكبر واحد فيهم وكلهم النعم فيهم والله كلهم والله النعم فيهم بالعكس اعلن طيب لحظه افرض ان افرض ان اللي اعلنته مو موجود ممكن يا معاذ لا تشبه في الصفا يا معاذ والله والله هو انكم مشاكين يا هو لو انه مو موجود كان افضل نجيبه
اهم شيء لا تضرب. ما يدري العيال اللي هناك وشو كل واحد يضرب معه. هذه هي صح. الله انزل. هو مننا يا ابو الرجال؟ هو مننا الحين؟ اكيد هو مننا. لا يكون انا يا اخي. لا تمخمخ علي انت يا الله. خليه يا اخي. كم بعد على الصلاه؟ مرجان اقول لك شيء. باقي ما بقي شيء والله. خمس دقائق. جد جد والله. اقول لك شيء خذ هذه وعطها هي. جد جد والله. ايوه والله روح وعطها هي. كم باقي؟ ما باقي وقت والله امسكها. البركه اكبر. بقول شيء شباب شوفوا راجح اول رئيس بلديه واخر رئيس بلديه في زد رصيدك 5. انت كيف تلعب يا شباب؟ خلاني خلاني يا سلام الله 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 يبارك. الحمد لله والله تستاهل والله تستاهل. الف مبروك. هيا 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 خلنا باخذ جزي. كيف تلعب؟ باخذ جزبتي. ها الاعلام من هنا. اللهم لك الحمد الحمد. البس يا بدر اصبر صدقني. يلا يا شقيل من الزحمه يا والله يا شباب. لا 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 عيال عيال خلكم حاضرين يا عيال. عيال الله يعين. واحد جابك انت هنا وين راجع؟ يسار 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 يسار. لا 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 انا والله اني ما اثق فيك. والله اني ما اثق فيك. لا لا تطلع. لا يا عيال مشكوك ثم مشكوك. انا يدي انا استاذ فارغ. توقعت الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان.